اليوم كان عندي الشرف باش نحضروا يعني الختام ديال النسخة الثانية من الملتقى المجتمع الرقبي، وكذلك النسخة الأولى من الملتقى ديال الإبداع في مدينة بركان، واللي كان واحد الفضاء جد مهم بالنسبة للرقمنة وبالنسبة لتشجيع الرقمنة وبالنسبة بصفة عامة الاقتصاد الرقمي على الصعيد ديال الإقليم ديال بركان. هذا يعني المجهود اللي كان هذه عدة سنوات واللي كيتوج بهاد اللقاءات واللي كتعطينا واحد الأساس جد مهم لاستقطاب يعني الكفاءات وتشجيع الكفاءات الشابة في هذا الميدان، واللي كتعطينا كذلك واحد خريطة الطريق بالنسبة للحكامة الترابية والحكامة المندمجة على الصعيد ديال الإقليم، ويعني نموذج اللي يحتذى به الله، واللي يعني اليوم في إطار ديال الجهوية الموسعة كتعطي لنا يعني واحد الأساس بالنسبة للتنمية المحلية وبالنسبة للتنمية المندمجة على الصعيد ديال إقليم ديال بركان، واللي الجهة كلها غادي يعني تستعمله كنموذج، بل على الصعيد الوطني كذلك. أول مرة يمكننا نشوفوا واحد مدينة اللي هي نسميوها مدينة ذكية من خلال كل إنجازات اللي كاينه اللي كانت، ومن خلال هاد الاقتراحات ومن هاد الإبداعات وبهاد المشاريع اللي تقدمت، واللي غادي يكون عندها واحد الانعكاس جد يعني مؤثر على الطاقات في الإقليم، وكذلك على تكوين في هذا في هذا في هذا الميدان. انا جيت سعيد اليوم بالفوز بالمرتبه الاولى في هذا الهاكاثون بالمشروع ديالي اللي كيهدف انه يلاقي ما بين الفلاح و يعني المارشي يعني الكونسوماتور ولا اي واحد باغي يشري البرودوي ديالو، وهذا الشيء عبر وسائل تكنولوجيه حديثه واستعمال الذكاء الاصطناعي. دونك كيكون عندنا واحد لو ماركت بليس اغريكول اللي كيحط فيه لاغريكولدور البرودكسيون ديالو وكيتلاقى مع الكونسوماتور فينال اللي باغيها، بالاضافه لواحد لو سيرفيس ديال لوجيستيك اللي جديد في المغرب، يعني كيكون واحد كونتروسبورتاسيون، يعني لاغريكولدور كيقدر يصيفط يعني المزروعات ديالو مع واحد لو كاميون اللي غادي لواحد المدينه وخاصها شي بلاصه، هكا كيقدر يصيفط اي كونتيتي ينتجها. هاد لو هاكاثون كان مفيد ليا بزاف باش انني نطور المشروع ديالي مع دي كوست اللي زوينين اللي عندهم بزاف ما يقولوا في هاد المجال، وكنشكر زعما جميع الناس اللي ساهموا باش انه ينجح هذا، وكنشكر لي بارتيسيبون. درنا بزاف ديال لي جون، تعرفنا على ناس جداد من دي باك جراوند مختلفين، كل واحد والصفه ديالو، كل واحد فين خدام، كل واحد فين كيقرا، ولكن كاملين كنبغيو لونتربرونيا، باغيين نزيدوا شي حاجه جديده للمغرب. وكنتمنى انني نكونكريتيزي المشروع ديالي باش نساهم في تطوير القطاع الفلاحي في المغرب، يعني هذا الشيء يعني اون باراليل افيك لي انستركسيون دو سا ماجيستي le roi Mohamed VI.